روى رضي الله عنه الكثير من الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم، وتفقه على يد سيدتنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أم المؤمنين، فقد كان عالما وفقيها من فقهاء المدينة المنورة المعدودين. ومن شدة فقهه وعلمه كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أي أمر يستصعب عليهم، كان يشتهر بكتابة الشعر. لقي رضي الله عنه من أهل عصره الكثير من التقدير، وذلك لما كان عليه من علم وعمل وتقوى وإيمان، وكانوا يحيطونه بالكثير من المدح والثناء. هو عروة بن الزبير بن العوام، يكنى بأبي عبد الله، وقد كان من الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة المنورة. كان عالما يتصف بالكرم، حيث كان والده الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو أحد العشرة الذين بشرهم الله بالجنة وحوار الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت والدته أسماء بنت أبي بكر الصديق الملقبة بذات النطاقين. من حبه لله تعالى كان يختم القرآن الكريم في أربعة أيام، والمغزى من ذلك قوة عبادته وإقباله على الله عز وجل، فرفع الله عز وجل من درجته من خلال ابتلائه بالمرض وموت ابنه. والقصة كانت أنه عند سفره للشام وهو في طريقه أصابه مرض في قدمه، فاجتمع الأطباء حوله، فكان يرفض العلاج وهو قطع الجزء المصاب من قدمه. وصل المرض إلى الفخذ، وهنا لم يبقى خيار عند الأطباء إلا بقطع قدمه كاملة خوفا من موته، فما كان منه إلا الاستجابة لأمرهم. طلب الأطباء منه أن يشرب كأسا من الخمر حتى لا يشعر بالألم، فرفض ذلك، وطلب منهم أن يقطعوها عندما يدخل في صلاته، فتوضأ وبدأ بالصلاة يدعو ربه بكل خشوع. عندها قاموا بقطع قدمه. من شدة الألم غاب رضي الله عنه عن الوعي وسقط على وجهه، وبعد مرور عدة ساعات استيقظ رضي الله عنه من غيبوبته. قاموا بتقديم العزاء له، وذلك بوفاة ابنه، وكان سبب وفاته هو رفس دابة الخليفة له. ومن لطف الله تعالى وحكمته ألقى على قلبه الصبر، وقال رضي الله عنه: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعاش عروة بعد قطع رجله 8 سنين. اختلفت المصادر في سنة وفاة عروة رحمه الله، إلا أن القول الراجح أن وفاته كانت سنة 94 للهجرة، وهي السنة التي سماها الواقدي سنة الفقهاء، وذلك بسبب وفاة عدد كثير من الفقهاء فيها، وهم سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي زين العابدين فيها. أما عن مكان وفاته فقيل أنه توفي في بيت له بمجاح في ناحية الفرع من نواحي مكة، ودفن هناك. رحم الله عروة بن الزبير وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.